نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثتها إحدى المستمعات عين تسأل عدة أسئلة عرضنا بعضا منها في حلقة النظر وفي هذا اللقاء. تقول فضيلة الشيخ: بلغ عمري 26 وحتى الآن لم أتزوج، ووالدي له دور كبير في تأخير هذا الزواج لظروف لا أعلمها، وأنا في الحقيقة أن ظروفي صعبة في بيت أهلي وراغبة في الزواج، كيف أتصرف؟ والحال ما ذكر، هل يباح لي أن أذهب إلى المحكمة لعرض قضيتي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه يجب على أولياء النساء المبادرة بتزويجهن إذا جاءهم خاطب كفء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولأن تأخير تزويج الفتاة يضر بها ويفوت عليها سنين من عمرها، ويفوت عليها رغبة الخطاب فيها، ويحصل عليها بذلك ضرر كبير. فيجب على أولياء أمور النساء أن يتقوا الله وأن يبادروا بتزويجهن إذا جاءهم من يرضون دينه وأمانته، بأن يصلحوا لهذه المرأة من ناحية الدين ومن ناحية الأمانة والثقة بهم وإتمانهم على هؤلاء النساء، لأن هذا هو عين مصلحة المرأة. ولا يجوز للولي أن ينظر إلى مصلحته الدنيوية هو، فيؤخر زواج موليته من أجل مصالحه هو، إما بأن تخدمه، وإما بأن يساوم عليها بمهر كبير، وإما بأن يستغل راتبها إذا كانت موظفة، أو غير ذلك من العلل التي يتعلل بها هؤلاء، فإن هذا خيانة للأمانة وتضييع لمستقبل هؤلاء النسوة المسكينات وإضرار بهن. ومن عرف عنه أنه عضل موليته وصار يدافع عنها الخطاب الأكفياء، فإنها تزول ولايته عليها وتنتقل إلى من بعده من عصبتها، لأن هذا أصبح عاضل. والله جل وعلا يقول: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والعضل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ظلم للمرأة وإساءة إليها. الواجب على هؤلاء الرجال أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن ينظروا في مصلحتهن لا في مصلحتهم هم، وأن يزوجوهن من الخطاب الأكفاء الذين تبرأ بهم الذمة وتحصل بهم الثقة. هذا هو الواجب عليهم، وهذه هي مسؤوليتهم. وأما ما ذكرته السائلة من تعنت أبيها وعدم رغبته في تزويجها والمماطلة حتى بلغت هذا السن وفوت عليها جزءا كبيرا من عمرها، فإن هذا غلط كبير، ولها الحق في أن تطلب من غيره من الأولياء أن ينظر في أمرها وأن يتكلم معها. الوالد إما أن يعتدل ويؤدي الواجب، وإما أن تزول ولايته عنها ويزوجها من دونه من أقرب عصباتها. وإذا استدعى الأمر إلى أنها تذهب إلى المحكمة لإزالة الظلم عنها، فلها الحق في ذلك. نعم.